في مصاب الإحساس، من الذي يواسيهم؟ هناك في درب السبا، هناك زينب، زينب تتذكر ماذا وتترك ماذا؟ زينب تتذكر الحسين سلام الله عليه وقد غادرته في كربلاء مبضعا على الرملة، تتذكر تلك الأجساد التي قطعتها يد الإرهاب في حب الحسين في الأحساء، تناغي صاحب العصر والزمان كأني بزينب تنغاه. يلا يا ابن الحسن جاك الخبر عنها الذي صار، خدام جدك ذبحوهم قوم الأشرار، كلهم شهيد تنادي يا زينب يا حرة، بضلاع أمك فاطمة وحسين الصدرة، قولي لأبو صالح يجينا القلب جمرة، وينظر علينا يا وديع عاش الذي صار، جتني يتيمة من يتاماهم تنادي ذبحوا أبويا يا زكي يا هالأعادي، واللي يصيح على الولد فتت فادي، سايليني من يفقد أخويا مهدي انهار. ماذا يقول لها صاحب العصر والزمان؟ جاوبها يا عم الجرى زيد ونيني، واهل الحساب يا حم والله فجعوني، كل دم شهيدي سيل سايل من عيوني، جد الحسين بكربلاء راحت لها اخبار، روحي اجت يا عم وتعزي اهلهم، عيني بجت ونياحي عليهم وصلهم، خلاني بحسرة عدو اللي قتلهم، قلبي عليهم يا حزينة مشتعل نار. ما الذي يصبرهم يا صاحب العصر والزمان؟ زينب يا عم من تذكركم بالمصاب، يهون مصابة والذي جاري بالأحباب، وصواب لبدور اللي غابوا يدمي الصواب، يا ساعد الله من نظر بالرمض الأقمار، ينسون يا عم إذا قالوا الرزية، ويلي على اللي دوست الأعوجية، ينسون يا عم سهم قلب الشفية، ما ينسى المظلوم دم النحر والثار.